أخرج سأعيش جويتي بحاجة عليك بحاجة عليك أمسك يدي يمو أخرج سأعيش بره يمو يمو لا يمو يا حبيبتي يمو يمو يا حبيبتي يمو كل ما تذكر هذا الحزن تجيني حبوب ليه صدقني ليه سامحيني يمو يا ولدي مين مسامحتك يا ولدي أنا معي الدنيا واقفة يا ولدي ولا شيء يا ولدي صراحة ما يكون هوش ولا شيء يا ولدي أحبك يا ولدي خليك مع أخوك يا ولدي نايي نايي تعال تعال يا خبر تعال أطع نايي خلينا نمد أبوي للحكيم يلا وش بك يا ابوي سلامتك يا ابوي شيل شيل بس شيل يا ابوي شيل يا اخوي الحكيم بيت مني يا اخوي يا ابوي شيل هذا طارو تو هل تو يا اخوي مشان مني انت بيه يا ولد لا ارتب عرفت كيف ولي ذبت على الطريق زي النقص طيب للجاي بس اجد بيت اتر عليك والقرية اتر عليك وكل شيء اتر عليك قبل اتلبت الشكل تير بيت انا واثق بالواقع انا اخوك الكبير اشوف امسك اللي محلل به ليه تحكم فيه تستغل انك اخوي الكبير يلا يمشي مش بس ما عليك دقيقة وقفني وقفني بسوي حاجة وش تسوي كبيت ابوي الحالة لا دقيقة في جو ذهني جو يدي ابغى اطلعها دقيقة استنان لا ما في استنان دقيقة من هنا قايل يلا نيجي نيجي وش تسوي عند البحر شفت الحجارة ذي صرت فيها سمكة شف ثلاث شف يا ها ليه ما صرت فيها سمكة لا هذه سر المهنة ليه تصيد سمكة بالحجارة المفروض تصيدها في النار ايه ده ما عليك انت هذا بس مو حاجه لا تبعد عني طيب يا اخو يلا يلا دقيقه خلينا اسوي هذه صح ارفع وانا جيت قدامي يلا انت تعال من ورا طيب يا اخو ايش طيب الجسر يا بينا هذا وادي حرك يا اخو يلا ها سويتها كفو يا اخوي يلا شيله امسكه يلا يمسك لما مسكته تكيل يا اخوي يلا حطه هنا دقيقة عشان نرفعه طيب ما في حدايد يا اخوي خلاص خلينا نتسلق طيب دقيقة ارفي لي السلة يلا اركب سوي له الحبل يلا طيب يا اخوي هذا الحبل نزلت لك تسلق يا اخوي لا تنزل يا اخوي نسيت سدل الام يلا تعال انا امسك الجهه دي وانت امسك الجهه دي يلا طيب شنك ليلاتي ارفع ابوي يلا يلا خلينا ندف بس انت يومك في السنة خلينا الساعة وانت الساعة
يلا جيبوه نجا جيبوه نجا يلا يا حكيم ابوي مترزان يلا وين شوفوا السيف بلاه وبعض من الوقت هذا والله حالتي صعبة لا اله الا الله حالتي صعبة والله وما عندي علاج له كيف ما في علاج هذا انت حكيم القرية ما تعرف تعولك الا به علاج واحد بس وين نلقاه تعال مش تعملني اياه تشوف الخريطة دي فيها شجرة دي لازم توصل لها بسرعة وقت وتجيب مويتها الزرقاء وعشان نعالج بها ابوك من المرض الخطير اللي به يلا يا اخو نمشينا بس راح نمشي يا اخو يلا انت قدها يا وليدي انت قدها ونص يلا هذه ورقة حافظ عليها زي ما تحافظ على اخوك ما عليك يبر اجيب البلي ونجيك برعاية الله مشينا يا اخو منين نمشي من نية سبقتك اخو ما في وقت خلينا نجي من تحت هذا راح يسد علينا الطريق الخام يلا مويا ما اعرف انا خاف اني اغرق انت الحين تجيب البحر ما تعرف تسبح ما حد علمني يا اخوي لا انت ولا ابوي طيب خلاص تمسك بي وانا اسبح بك يلا يا ما تغرقني اقول لك اركض اركض بس يلا 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 تمسكني 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 هذا طارتو يا اخوي وش ارتوش ما تتوضلش جوش وتطلع الشاشة وانا وسوي تايزة يلا ما عليك ما عليك خلينا احبك يا اخوي احبك واسمك يلا تسلقنا تسلقنا يا ريت تسلقنا يلا يلا يا بسم الله ما عليك منه خليه يضحك راح نجيبه يا تسلي طيب هوبا هوبا يلا 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 جاي جاي خلينا نلحق نلحق وانت وين نزلت يا ولد دقيقة اقول نسيت الجذب ياثرت عليه يلا امشي 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 ولكني تحكمت بيدي وصرت الليل جيت العصافير اخوي ما عليك من العصافير بس انت مش زحلقنا مشينا مني وش فيه الحين وضعت ار انتو الون وار وان اريشت مني قلب العقنا ولا نجيبها الرخامة يلا 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 مشينا مشينا تسلقنا ناهو تسلق يمشي احنا نتسلق بدري والله انا هذا هو الرخامة يا اخوي نجيبه هاي ناي يلا امشي والله ما خليك تعدي خلنا اوريك اتليك اتليك تسد علينا الطريق احب المشاكل وانا لازم اسد عليك الطيب بس كذا بدون طلقت عليه الكلب يا اخوي النشل النشل اكره الكلاب والله خالي طرد الكلب يا اخوي شو يسوي فيه يلا خلينا نضحك عليه شوي ارحمه ارحمه خاف من الكلب ارحمه ما راح يساعدك ارحمه مشينا يلا مشينا من ناية شوف هذا اللعب مع البيسة يا اخوي سيبوا علينا منه يا ديني
نقول ايه يا رجال فك لنا الجس عشان نعدي. والله ما تعيد انه ما جتنا من اول دقيقه. انا في الطرف مال اشكال ذي اشيادك بالمويه. قوم يلا يا بني قوم فك لنا الجسر. وش تسوي؟ تقول انا ادور هالخريطه ذي الشجره ذي لازم اوصل لها. لا ما تقوم من بدري. يلا فهمت تدلف توكل على الله. والله خلاص شفت يا اخوي خليت افكش باب الجسر مشينا من داية طلقة المغامرة. يلا مشينا. دقيقة شوف العجوز سلام عجوز. شوف المني ذي تلعب الكرة ابغاها. دقيقة ابني هات الكرة هات الكرة هات جيب كورتي هات كورتي يا اخوي رد له الكرة دخل التكمل. دقيقة بطلع الجوزة هنا يلا ومتها البير طلع الجوزة. الجوزة جوزة البير خليت البيت الصين وطرشت على الرجالة بالموية. ليه تخلي البنت تصي؟ ما عليش عايز فيه؟ انزل من لي يلا. أنا بنت الصين. ما عليك منه، خلها تصي. ليه تسليت الصي؟ قلت لك بخلت جايزة. خلينا نفك مني هذا الباب. يلا مشينا من نيا. من نيا. الجسد ذا ما يطمي يا اخوي. امشي امشي. ترى في واحد سكران هناك. كب. اتبع لا تقطع بس. يلا يا اخوي مشي. انا وش المنطقة انا وش الشيء اللي جانا هناك؟ شلب. كلب هاو هاو. اي هاو هاو. دقيقة خلينا انا عندي في الفكرة خلينا اصاعد عليه. تعالي شلك وانت عندي. يلا 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 لا تبعد لا تبعد لا تبعد. طيب خلينا نديها الحين عشان يروح عنكم. طيب لا لا لا. طيب انا بنادي. ترى كلب غبي يا اخوي. لا 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 دخل بطني يا اخو. والله ما ادري وش خبر هنا انا جاي في دون ما ادري والله مركز به. لا 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 يمسكني الكلب القبيلة. لازم نعدي المنطقة ذي يا اخو. كيف نجيبه الحين يا اخو؟ ما عليك ما عليك. الكلب هذا يمكن عشان غيرنا المناطق اماكننا صار منتي مهلية. ما عليك ما عليك حنا نجيب نجيب. خلاص 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 انا اصفل لك الحين يلا. ما عليك ما عليك ما عليك يلا يلا. انبح يا كلب. يلا مشينا من نوي.